بعدات بزاف معمرين كيشوفوا النين. خليكم معايا شوفوا الطريقه. عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، فانيا وحده، بيضه واحد معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، ربع كاس ديال الزيت، معلقه ونص ديال بودره الحليب، ثلاثه معالق ديال سنيده، وربع كاس ديال الزيت قلتها. نعجن العجينه ديالي بماء يكون فاتر، يعني مايل البروده، ما يكونش سخون بزاف، وندلك العجينه ديالي مزيان تنحصل على عجينه اللي غادي تنجح ليا لي بغيوش ديالي، ما تكون لا جاريه لا قاصحه. هكا غنكون حصلت على واحد العجينه اللي هي شاده راسها ومدلوكه مزيان. غنحتفظ بها تضاعف الحجم ديالها، ومنين تضاعف الحجم ديالها غنشكلها على هذا الشكل. هذا ما درتش العجينه كلها، يعني درت اللي غادي تكونسوما، لان الخبيزات ما كيبغيوش يبقاو حيت كيكونوا عامرين كيف ما شفتوا. فلحتهم الفوق ودرت لهم داك الشوكولا كوكيز. هذه البنات ديال سوبرويغ كريم شانتيي، درت الحليب ودرت لابودغ ودرت جوج تحريكات، طلعت لا كريم رائعه. هنا خلطتها مع شويه ديال لا كريم باتيسير، وزدت عليهم البودره ديال اللوز كيف ما شفتوا. هنا بعد ما بردوا هاد لي بتي بان ديالي كيجيهم فشفشين رائعين، داك اللوين كيحمق، كنحلهم وكنعمرهم بديك لا كريم ديال اللوز اللي كتجي جد رائعه ولذيذه، لذيذه بزاف البنات. هاد العجينه اللي عجنت بها هاد لي بغيوش، هادي يمكننا نديرو بها بغيوش كبيره، كيف ما يمكننا نديرو بها بغيوش عامرين بالشوكولا. المهم يعني بزاف ديال الحاجات يمكن لكم ديروها حتى مالحه وما ديروش فيها السكر. العجينه هذه يعني صراحه معتمده عندي، كندير بها بزاف ديال الحاجات، وكديروا اون كوش نيت ايبس زعما تكون عامره بزاف، باش فمي كيعض الواحد كتخرج ديك لا كريم ما الذها. سمحوا لي الا شهيتكم سمحوا لي بزاف والله. ونوضوا صابوها، حيدوا عليكم العجز ونوضوا صابوها، راه كيجيو لذاد. ولكن كيف ما قلت لكم، الا عجنتوا العجينه كثيره احتفظوا بها كجزؤوها، او الا طيبتو ما تعمروش كلشي بلا كريم، لان لا كريم ما كتحتاجش تسخن، ولا يعني غتبقى لك واحد الخبيزه تبغي تسخنها غدا، لا ما كيسخن داك لا كريم، لا ما كيبغيش يبقى، ما غاديش يبقى البنه ديالو هي هي. المهم ندهنوا اللي غيتكونسوما هو اللي غنعمروه بلا كريم. يمكن لكم ديروا بان سويس، ديروا بشحال من حاجه، ولكن حتى الطريقه هذه راه زوينه بزاف. المهم البنات جربوهم وردوا عليا وقولوا لي كي جاوكم، خليوا لي في التعاليق، التعاليق كيهموني بزاف. وبسلامه عليكم، ما تنساونيش.